زي ما شفنا حسين الشحات اتكلم ازاي، كمان معانا محمد شريف نشوف قال ايه قبل لقاء الوداد التاريخي ان شاء الله يوم الاحد. لا طبعا احنا زي ما قلت قبل كده في شوط خلص في مصر، مركزين طبعا على شوط تاني هنا. لو انت مركز الماتشات اللي فاتت 100% فانت ده فاينل، فلازم تركز مليون المية. طبعا هنلعب باسم نادي كبير زي النادي الاهلي، فانت عارف طبعا النادي الاهلي يا صاحبي دايما بيلعب على على البطوله وكده، فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. لا احنا طبعا ما انا قلت لك احنا بنركز على البطوله، هو ده الهدف، بس ده ماتش واحد فخلاص. انت كل اللي فات كوم وده حاجه تانية، ده ماتش واحد وبيخلي المسيره بتاعتك تبعد خالص عن اي حد يعني. لا انت زي ما قلت لك ده شوط خلص وكسبنا، يعني احنا كسبانين مش متعادلين، كسبانين وفي ماتش واحد في مصر ففي ماتش تاني هنا. فطبعا زي ما قلت لك احنا اهم حاجه عندنا البطوله، مش فارق معانا حاجه غير البطوله يعني. لا احنا انا قلت قبل كده برضو احنا بنيجي هنا المغرب كل سنه مرتين، يعني السنه دي تاني مره، وجينا السنه فاتت مرتين ولعبنا فاينل 21 هنا، فمتعودين طبعا على الجماهير المغربيه قريبه. دي الحقيقه لقاءات حصريه هنا في شاشه قناه النادي الاهلي، جاي لنا على الهواء على طول قبل تدريبات النادي الاهلي، وشفنا حسين قال ايه وشفنا محمد شريف قال ايه. الحقيقه محمد كمان اتكلم بشكل كويس قوي واكد ان احنا رايحين كسبانين، ولكن هو قال خلاص هي دي مباراه بطوله، واحنا مركزين ان احنا ان شاء الله يعني نكون اصحاب هذه البطوله ايا كان سيناريو المباراه عامل ازاي، كل التركيز الفوز بهذه البطوله.